قد تختلف مسميات الجغرافيا، لكن يبقى الانتماء للوطن هو الحاضر الأبرز لدى اليمني أينما حل به الترحال. هنا في مدينة إسطنبول يحتفل أبناء الجالية اليمنية بالعيد 26 للوحدة اليمنية، ليؤكدوا بذلك أن الوطن حاضر لديهم بهمومه ومناسباته أيضا. وكم نحن حزناء أننا اليوم نحتفل بهذا العيد العظيم في خارج الوطن، هذا الذي كان عيد الوحدة، الذي كان حلم الآباء وسيظل أمل الأبناء. الاحتفالية التي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وحضور قائد المقاومة الشعبية في تعز حمود المخلافي لم تقتصر على الاحتفال المناسباتي، بل حملت معها رسائل تطمينية حول المستقبل المنشود المتمثل بالدولة الاتحادية الموحدة، وكذا مناقشات لقضايا وهموم الوطن الراهنة. ستبقى الوحدة وستبقى الجمهورية ما دامت هذه الوجوه موجودة، لأنها امتداد ل 27 مليون في اليمن هناك. هؤلاء جميعا حريصين على بقاء الوحدة وحريصين على بقاء الجمهورية، وسوف تنتصر الجمهورية والوحدة إن شاء الله قريبا، وأنا أعدكم إن شاء الله بنصر عظيم. يرى الكثير من اليمنيين بأن الوحدة هي الحدث الأبرز في تاريخهم الحديث، التي تحققت كخلاصة لتضحياتهم ونضالاتهم منذ أربعينيات القرن الماضي، وهذا ما جعل الحديث عن مستقبلها هو المحور الأبرز في هذه الاحتفالية. تظل الوحدة اليمنية من أهم القيم والمرتكزات الوطنية التي يحرص اليمني على الاحتفاء بها حتى وإن كان خارج الوطن. ماهر أبو المجد لقناة بلقيس، إسطنبول.